السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كذا كي آخر أقوى من كذا كي 65 و93 طبعا. بتكلم عن خريطة صراع الثمانية. صراع الثمانية ترى كان في وقت من الأوقات كانوا بيعدلون عليه فعليا، يقلصون عدد المخيمات من 8 إلى 6. السبب كان اللاج اللي يصير، لكن بعد ما أضافوا خرائط أخرى مثل محاربون بلا حد، أورليانز، النيل، فما تم التعديل عليه وتركوه خيار للممالك إذا حابة تسجل فيه أو لا. لكن فيه ميزة ما هي في أي قصة ثانية، بدون تدخل المهارات المساعدة اللي في أورليانز والنشيد البطولي طبعا، ولا الاستراتيجيات اللي في النيل والخدع العسكرية، ولا القطع الأثرية في محاربون بلا حد. فهذه ميزة صراع الثمانية. 3-5 طبعا رأينا في حالات عديدة أن العدد يغلب الجودة، وآخرها ما حدث في مملكة اللي هو 2489 اللي هي مملكة فو. لكن هل العدد هنا يغلب الجودة أم لا؟ مع الرغم أنه في مملكتين يعني ما شاء الله تبارك الله عليهم اللي هو يمتلكون جودة وأيضا فوق العدد طبعا، اللي هم الوان في ومملكة أبو هند 1875. وتابعنا أداء 606 في الكذكية الماضي أمام أيضا أبو هند، وكان أداءهم ممتاز لما كانوا هم حلفة اللي 377 اللي اليوم يلعبون ضدهم طبعا. ولكن المملكتين 2268 و2891 يعني أنا شخصيا ما أملك معلومات عنهم، ولا سبق لي أن تابعت حرب لهم يعني أبدا، فما أقدر أعلق على الأداء في هذا الكذكي. يا سلام، كده عرفنا أن في 3 ممالك تحت بيكون أداءهم ممتاز ومتحمسين. الآن الممالك اللي فوق 960 بتحالف ونص، طبعا معروف أن التحالف الرئيسي اللي هو الجي تي يعتبر الأقوى في اللعبة، كون نسبة الشحن فيه عالية وأيضا جودة الحسابات اللي بهذا التحالف يعني من أحسن ما يكون. وأما التحالف الثاني فنعم يمتلكون نسبة شحن عالية، وأعتقد حتى اللي ما كان يشحن بيشحن بهذا الكذكي لأنه يعتبر استثنائي. وأما 2377 نفس النظام، كنا نسميها الجي تي المصغر. بسبب ماذا؟ بسبب اللي هو تشابه طريقة اللعب، قوة المسيرات، ونسبة الشحن اللي عندهم مقاربة لـ 960 أيضا. وتابعنا أداءهم أمام مملكة أبو هند، وصراحة أداءهم كان خرافي لأبعد حد. فالمملكتين هنا بيكون أداءهم مرعب، ولكن إن كان في شيء بيأثر عليهم فهو العدد. وأما مملكة 1671 أنا بعتبرها يعني خلينا نقول بيكون الأداء ضبابي. ليه؟ لأنه نعم هو عندهم عدد وعندهم كمية حسابات فرعية كثيرة، فأرى هذه المملكة بتكون مزعجة، ولا أرى أنه 91 تطلع أمامها بالبداية يعني مع فتح معابر 4، لأن بتكون أسوأ فكرة أنك تقارع مملكة حجمها أكبر منك. 3-5 طبعا هو الاتفاق اللي الكل قبل فيه، يعني ما في أحد فرض على الثاني شيء أبدا. طبعا هذا الكلام على حسب ما قيل من مصادر مختلفة، وكذا كيس زي هذا يكلفك الكثير فخطواتك محسوبة إما لك أو عليك. خلينا نكون صريحين أكثر، لما تفتح معابر 5 يفترض أن 60 في مأزق أمام 34 اللي هم الوان ذي وحليفتها اللي هي 68، كونهم راح يدخلون مع بعض في هذه المنطقة نظرا للأعداد اللي بتكون أمام 60. فيا ترى هل 60 قادرة أنها تتغلب على هذه الأعداد في هذه المنطقة أم لا؟ وأما الجهة الأخرى فهي 71 أمام مملكة أبو هند 75 وحليفتها اللي هي 91. أنا ما أعتقد أن 71 قادرة تقارع مملكتين هنا، فلذلك الموقف لـ 71 بيكون صعب جدا. فالآن 60 وحلفاء 60 عندهم يعني تحدي أكبر، فهل يا ترى هم قادرين على التعامل مع هذه الأعداد أم يخالفون التوقعات ويفاجئون بالسيناريو مختلف تماما؟ ويعطيكم العافية على المتابعة، نراكم على خير، في أمان الله.